يا ولي كيف مانيش حاب نعيط من الفرحه حبت تخليني نعيط باسكو مالي الدار كل راقدين ونفيقهم ومش نحب نفيقهم ونديرون جيهم خبر أه نخبر مليح 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 أه ياسر أه استفدوا منه وشوفوا الفيديو حتى ان الاخر العرض هذا راح يفض في أه عشر ايام من أه تاريخ نشر هذا الفيديو في نهاية هذا الشهر حاجة واحدة اخرى ما تنسوش تستخدموا فارس كوتش الكود ايا نخليكم مع الفيديو باش تفهموا واش كاين واش ما كانش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الرقم فارس من خلف المايك في حلقة جديدة وموضوع جديد سوف يكون فيها جيفاواي أو مسابقة على رخصة استخدام ميرش انفورمر من رخصة إلى ثلاثة رخص إذا كان هذا الفيديو فيه تفاعل مثل باقي فيديوهات القناة أما إذا كان هناك تفاعل فسوف تكون هناك حسابات اكثر، هذا ما كنا نتفاوض فيه انا وأحد القائمين على موقع ميرش انفورمر قبل بداية في تسجيل هذا الفيديو بحيث تواصل معي عندما شاهد شروحاتي للاداة واخبرني ان هناك تخفيض رائع في الاداة فلماذا لا تخبر مشتركي قناتك بان هناك تخفيض رائع يمكنهم من الاستفادة من الاداة بشكل رائع بسعر 49 دولار فقط لستة اشهر مع اشتراك برو بكل المزايا اي ما يعادل 8 دولار لكل شهر واذا استخدمت كوبون الخصم الخاص بي سوف تحصل على هذا الاشتراك بستة دولارات فقط للشهر على شرط أن تشترك لمدة ستة أشهر طبعا فالدفع مرة واحدة ليس مثل الدفع في كل مرة قسم فحتى فيها النادي التي أتمرن فيه أنا هنا في ولايتي وهي بلدي عندما أدفع اشتراك سنوي ليس مثل الأشخاص أو أصدقاء الذين يفضلون دفع اشتراكات شهرية المهم أريد أن أخبركم بأنه هناك جيفاوي مسابقة يعني هناك ثلاث أشخاص سوف نمنحهم هذه الحسابات كل ما عليك فعله هو مشاركة الفيديو مع الأصدقاء لايك like لهذا الفيديو وترك تعليق أسفل بمجرد أن أقوم بعمل السحب سوف نسحب من التعليقات الموجودة على هذا الفيديو بالذات يا صديقي كما أنني أرشح لك أن تشاهد الشرح الشامل لأداة ميرش انفورمر من هذا الدليل تستطيع أن ترى كل شيء ما الذي تتوفر عليه هذه آدات لن أعيد شرح آه شيء مشروع آه سلفا لن نقوم بشرح أي شيء في هذه الحلقة أيضا بإمكانك الاستفادة من أداة بود كونكت التي تكون مدرجة في نسخة ميرش برو فإذا اشتركت في ميرش برو سوف تحصل على مزايا متقدمة لا تحصل عليها عندما تشترك في ميرش انفورمر بشكل عادي والسعر الطبيعي في السابق لميرش برو أتذكر أنه فكما ترى هنا يا صديقي فإن ميرش انفورمر برو تحتاج لدفع 60 دولار لكل شهر يا صديقي هذا مبلغ كبير جدا لهذا استطيع ان اعود واشدد على انها فرصه رائعه وحقيقيه اذا كنت تريد ان ترفع من مستوى ادائك في هذا المجال لا تقلق يا صديقي فهناك ايضا شرح شامل لاداه بود كونكت وكيف ترفع تصاميمك على كل المنصات بكبسه زر كما اريد ان اشير الى نقطه مثلا انك تستطيع ان تستفيد من كل المزايا الموجوده في نسخه البرو منها الاستفادة من تصاميم مشاركة بشكل شهري دعني اضغط عليكم على اي جرافيك لترى انه بكل او في كل شهر يا صديقي يشارك معكم هنا على هذه الصفحة العديد من الجرافيك مثلا الكوالا محبوب جدا تستطيع ان تقوم بادراج مقولات مع ادراج جرافيك صغير بهذا الشكل الكوالا وكل شخص يحقق مبيعات يعلم آه كم تحصل آه هذه الأنماط على مبيعات هذا الكسلان آه نسيت كيف اسمه بالإنجليزية صراحة لا يحضرني الآن نفس الشيء تستطيع أن تعمل آه عليه يونيكورن آه تصاميم احترافية آه يا صديقي آه كما ترى أنها آه هنا يا صديقي هذه هي تصاميم أكتوبر مثلاً أستطيع أن أقوم بفتحها اضغط على ملف الـ AI حتى تستطيع أن تستخدمها بنفس الجودة وبجودة عالية لترى يا صديقي عدد التصاميم الموجودة لو نقول أن كل واحد منها واحد دولار أو نصف دولار أو حتى 0.25 دولار أو 25 سنت أكيد سوف تتخطى سعر الستة دولارات، لهذا إنها فرصة حقيقية يا صديقي، استثمر في نفسك وفي مالك لزيادة ومضاعفة أرباحك إذا كنت جاد فعلاً وتريد الربح من هذا المجال. كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم، لا تفشلون مع مدير أو لا ادري مندوب مبيعات او الشخص الذي يعمل على مرش انفورمر ويشاهد هذا الفيديو ليحدد عدد الاشخاص الذين سيفوزون معنا ان شاء الله بحسابات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه كما شفتوا معنا في هذا الفيديو حاجه ب 60 دولار ولا ب 6 دولار وتبقى ديما جد الاشتراك بهذا السعر مش كحاب الناس اللي ما يشتركوش في هذه الفرصه مثلا اذا كان حاب يشترك في آه مارش انفورمر برو راح يخلص 60 دولار مي انت تبقى ديما تخلص غير ال 6 دولارات ديما في كل مره آه تزيد تعاود مثلا تشترك يفضولك 6 آه شهور ولا كيفضلك اه شهر آه ما تنساش بلي راح تستفاد من مزايا كبيره جدا تصاميم مجانية في شكل شهري مية تصميم كل شهر آه أداة الأوتوميشن ولا رفع على العديد من المنصات البرنت أون ديماند بكبسة زر والعديد من المزايا كما شفتوا ما تفوتش الفرصة وكن ذكي استثمر في المبالغ اللي تجيبهم عاود استثمرها ما تحكمهمش وتصرفها ما ما هاي لا قرنيط هاي السلام عليك